أهلا وسهلا أخ محمد، أبلغونا في الكنترول أنك ترغب في إعلان تشيعك. نريد بالبداية أن تعطي السادة الجمهور نبذة، كيف اقتنعتم بالتشيع وما كان مذهبكم وكيف اقتنعتم حتى تصلوا إلى هذه النقطة لتعلنوا تشيعكم اليوم على هذه القناة المباركة، قناة فدك وصوت العتر عليهم السلام، على يدي سماحة الشيخ ياسر الحبيب، تفضلوا. اولا قبل كل شيء نطلب من الشيخ ياسر انه يسامحنا، لان لما كنت اشوفه كان يجي يلعب الصحابه كنت يعني اشتمه، ولكن سامح يا مولانا، سامحنا على الظلمه، استغفر الله ان شاء الله وبرأتك بذلك. يعني هذه اللي كنت تتكلم عنها شيخنا قبل قليل، الصدمة التي تؤدي إلى أنهم ثم إن شاء الله يهتدون ويطلبون منكم براءة الذنب. كنت أكره جدا ياسر الحبيب، وكنت أكره جدا الشيخ حسن الله ياري، كنت أكرههم جدا يعني. وكنت اشوف ان هم دول يعني مثلا كان اهل السنه كان في حديث بيتروي عندهم يقولوا ايه عن الامام علي سلام الله عليه، كان يقول اناس يحبونني يدخلون بمحبه الجنه واناس يحبونني يدخلون بمحبه النار. طب مين يا عم اللي يحب ويخش النار؟ يقول لك الشيعة. نعم. للاسف يعني سامحونا، لغاية ما جه في يوم كان حسن الله ياري حد بيتصل بيه ويتكلموا في الآية اللي هي بتاعت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وبعدين فاتكلم قال إن موجود في الدر المنصور بتاع السيوطي. أنا شفت هو كان بيجيب الكاميرا على الكلام، أنا ما عنديش الكتاب ده، نزلت دورت على الكتاب في القاهرة واشتريته وفعلا طلعته ولقيته الكلام صادق، قلت لا أنا عايز أشوف الناس دي بقى، أنا أشوف الناس دي واستحمل بقى الشتيمة اللي بيشتموها، بس أشوف الحقيقة فين. والحمد لله ونحمد ربنا على أيديكم يا مولانا، عرفنا بعض الحق، وده كافي ان احنا نتبع اهل البيت. يعني كيف تعرفتم على قناتنا اخي محمد؟ والله الصدفه المحضه يا عم الشيخ. نعم الصدفه المحضه يعني. إن شاء الله تعالى إذا كنتم جاهزين لتلقي شهادة الإسلام الحق إن شاء الله تعالى، معكم سماحة الشيخ الحبيب، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مولانا؟ الله يبارك بكم، حياكم الله. نسأل الله انه يديك العافية ويديك الصحة يا رب، ويحبب الناس فيك أكثر فأكثر، ويكون على إيديك الناس تهدى إلى طريق الحق كثيرا كثيرا. جزاكم الله. ويا ريت أسمع في تليفونك الشخصي، عايز أكلمك. هذه بعدين ان شاء الله نشوفها، الان مع المكتب احولكم على مكتب الشيخ ان شاء الله وتنسقون مع المكتب. تفضلوا الان لاعلان تشيعكم، تفضلوا. سامحنا الاول يا عم الشيخ. استغفر الله. سامحنا الاول يا مولانا. لا استغفر الله، بارك الله بكم، اساله تعالى ان يثبتك ويحميك ويزيدك نورا وايمانا. بارك الله فيك وعليك يا عم الشيخ. الله يبارك فيك. على بركة الله تعالى، قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه لا شبيه له ولا نظير، وأنه لا شبيه له ولا نظير، جل جلاله جل جلاله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن سيدنا مولانا محمد رسول الله، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وسيد الخلق أجمعين، وسيد الخلق أجمعين، ومبرأ من كل عيب وشين، ومبرأ من كل عيب وشين، صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله.
أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن فاطمة الزهراء. أشهد أن ستنا ومولاتنا السيدة فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله. وأبناءها المعصومين حجج الله. صلوات الله عليهم. صلوات الله عليهم. أبرأ إلى الله. أبرأ إلى الله. من أبي بكر وعمر وعثمان. لعنة الله عليهم. من أبي بكر وعمر وعثمان. وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة. في النار. في النار. صلوا على محمد وآله الأطهار. الله صل على محمد وآله محمد وعجل فرجه ولا عطاء. هنيئا لك أخانا الكريم ركوبك سفينة النجاة. شاكر فضلك يا مشيخ متشكرين مولانا. أسأله تعالى يحييك حياة محمد وآله ويميتك مماتهم ويحشرك في زمرتهم ويدخلك الجنة بشفاعته. آمين يا رب العالمين.